إذا أنا مشاهدي شفتي بيتها هي طيبة جميعا المتابعين والمتابعات نحييكم مدينة وجدة في هذه الأجواء المسائية، الأجواء الحارة هنا من عاصمة الشرق طبيعة الحال. إذا أنا متابعي القناة موضوعنا الليلي يدار واحد الضجة كبيرة مواقع التواصل الاجتماعي في هاد التروجور ماشي في وجدة ولكن في مدينة السعيدية، المدينة السياحية بامتياز، المدينة والوجهة المفضلة لسكان منطقة شرقية جالية وكذلك مغاربة. أنا كنعرفو حنايا ناس كتجي من كازا، كتجي من محمدية، كتجي من طنجة، كتجي من تيطوان، كتجي من الحسيمة، كتجي باش أنهم يزوروا مدينة السعيدية بطبيعة الحال ويستمتعوا بالمياه الزرقاء ديالها والرمال الذهبية. إذا بالضبط يوم الأحد يعني الماضي هذا يعني هذا كما كتعرفوا يعني وقعت واحد الفجعة في واحد الفندق 5 إطوال. هذا الفندق هذا اللي كما كنقولوا حنايا وقعت مجموعة ديال الحالات ديال التسمم. دارت راجت الأخبار أنه لي زومبيلونس يعني كيديو كيجيبو في الناس، السبب اللي حد الساعة مجهول. كي يقول لك ماكلة، كي يقول لك شي 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 فيروس يعني شي مالادي هي اللي انتقلت كما كنقولوا حنايا، يعني بزاف ديال الحوايج. ولكن اليوم كنا صورنا مع احد الضحايا بهذا المعنى، هذا احد الضحايا، والد احد الضحايا اللي هو برتغالي عايش في المغرب مدة 10 سنوات، الزوجة ديالو مغربية، النسبة ديالو مغربية بطبيعة الحال. حنا كنا صورنا هذوك اللقطات، تقدروا ديروا يعني في اليوتيوب غادي لقيتها كنخرجوا بلي زومبيلونس الناس وهادي، لأن للأسف تما اللي تسموا ماشي غير النزلاء نتاع الفندق، يعني فيهم أجانب ألمان، فيهم ناس جايين من البرتغال، فيهم فرنسيين، فيهم مغاربة يعني مغاربة ديال المنطقة الشرقية ومغاربة جايين كازا، جايين فاس، جايين أكادير، باش أنهم يعني في إطار يعني السياحة الداخلية والسياحة الخارجية. كاين تما كوار اللي جايين دي فواياج أورغانيزي بطبيعة الحال. إذا تعود القصة وهذه الفاجعة إلى يوم السبت بالضبط في الليل، عندما رجع على لسان أب الضحية اللي عنده 17 سنة اللي كان كوما بهذا المعنى هذا. إذا هاد الناس وصلوا للوطيل نهار السبت، يعني في النهار اللي وصلوا فيه كانت الفاجعة بهذا المعنى هذا. تخيلوا انتم النهار، نهار فرحوا نهار بكاه، تعشاو نورمال عادي، 5 تاع الصباح الولد شدوا الكوليك، هبطوا للريسبسيون باش يشوفوا الطبيب اللي كاين في الوطيل، داك الشيء لقاو بزاف تاع الناس اللي عندهم نفس المشكل. إذا للأسف ما عرفتش أنا الإدارات، يعني حتى المدير قال لك أنه ممتنع أنه يتلاقى معهم ولا شي حاجة. من بعد عاد طلع الطبيب، جاو الناس بقاو كيحيحوا، طلع الطبيب معاهم الشومبرا، شاف الولد، جا الطبيب الأول، جا الثاني، عطى دي تريتمون، ما كاين حتى شي حاجة. إذا هذا الشيء بالنهار، هنا بداو يبانوا الحالات ديال التسمم بهذا المعنى. بقاش غادي ينفجر هذا العدد الهائل ديال اللي وصل حتى 120 في النهار الاول، ابتداء من 9 ليلا عاد بداو يجيو لي زومبيلونس وداك الشيء وترونات السعيديه. هنا هاد الناس هادو كانوا في النهار بدا لهم المشكل، الناس الوالا اللي وصلوا لوبيطال بهذا المعنى هذا، مشاو للمستشفى ديال السعيديه ما فيش الامكانيات، هنا مستشفى محلي، مشاو للمستشفى الاقليمي حتى هو يعني التخصص ديال هذا الشيء هذا كاين في السي اش اي. ومشكورين رجال الصحه بطبيعه الحال، لان عطاو واحد النظره زوينه لهذا السيد هذا لانه اجنبي، وما انه عايش في المغرب اجنبي. صراحه نشكرو، شكرو قال كانت معامله زوينه، مجموعه تاع الامور. اذا قال لك رغم ضعف الامكانيات، انا كنعرفوا على الاكراهات تاع وزاره الصحه ديال ما نقص موارد البشريه، نقص مجموعه تاع المعدات وهذه، وان شاء الله غادي يكون في واحد
النموذج التنموي الجديد خصوصا في الوظيفه الصحيه غادي تكون مجموعه على الامور اللي غادي نعيش هذا القطاع اللي ابان عن حنكته في اداره الجائحه بطبيعه الحال. تحيه اجلال واكرام لجميع رجال ونساء الصحه سواء تقنيين او تقنيي الصحه او اداريين او اطباء او ممرضين. إذن ولدهم مشى غيبوبة مجموعة على الأمور يعني ما بقاش يشوف بابا مشى غيبوبة غاب. هنا بدأت الفجعة. نهار الزوج عاوتاني ناس أخرين البارح جاني إخبار أنه كار ديال بيرسونيل وهذا الخبر اللي جاني أنا جاني من بيرسونيل خدامتهم قال لي اليوم كار ديال بيرسونيل داوه داروا لهم فيدونج ولا غسيل ديال الامعاء ولا طوم تريتمون ورجعوهم لوطيل يخدموا عاوتاني اليوم عاوتاني. المهم انا على ما يعني سولت مجموعه على المصادر يعني موثوقه بطبيعه الحال اكثر من 200 شخص كاين ثلاثه في انعاش حاله خطيره فيهم مغاربة وأجانب وحتى البيرسونيل اللي خدام في الوطن بهذا المعنى هذا يعني الضحية زايدين وكيتزادوا للأسف يعني الناس خافت حتى تجلس في الوطن. قال لك الماكلة تمنعات على مدة 3 أيام على أنه ما تعطاش الماكلة كاينين كور تما. قال لك مدير الفندق ولا اضطر أنه يتعامل مع شي تريتور باش أنه يجيب لهم الماكلة. الناس سمحات في لي ريزيرفاسيون ديالهم ومشاو للبلايص. مشاو لبلاصه اخرى كاين اللي مشاو لزوطيل اخرين كاين اللي كراو دي فيلا كاين اللي مشاو بحالاتهم سمحوا كاع في الفلوس. ما كانش اهتمام الاداره ما كانش تعويض ما كانش مجموعه تاع الامور. لحد الساعة هما كيتسألوا على شنو هو السبب. هاد السيد هذا رفع دعوى قضائية يعني دار محضر عند الشرطة يتهم لوطيل مجموعة على الأمور وكذلك دار محامي يعني سألوا الله السلامة وما يكونش الله يستر شي واحد يموت ولا هذه لأن غادي تكون واحد الضربة قضية للسياحة المغربية بطبيعة الحال. ما عرفناش حنا شنو السبب ولكن أنايا لما كما كنقولوا حنايا كان بعض المرات كاين ديبيفي بعدا اللي كاين داروا بديبيفي اللي كاين داروا في الشمس يعني كيوجدوهم في الشمس عوض باش كيخرجوا الناس يتغداو ولا هذه ولا هذه كتكون ضربت فيهم الشمس نص ساعه ولا بطبيعه الحال. الشمس مواد كما الزيوت وهذه غادي ترجع سموم بهذا المعنى هذا وبزاف تاع الحوايج. وراوني شي صور قال لك على بطبيعه الحال على ما دار على لسانهم هادشي راه كاين في الانترفيو. قال لك ما كانش لي بافيت ما كانش يعني الحوايج اللبسه ديال ليجيان ديال اما سربايه ولا صحاب كوسينه ولا هادي مجموعه تاع الامور ما عرفناش دوكا واش مواد فاسده واش دازت على الماكله شي حاجه واش 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 واش. اذا كنعرفوا حنا واحد الحاجه اول حاجه انا كان 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 واحد علامات استفهام واحد التساؤل اللي مهم جدا لان خصكم تعرفوا في لي زوتيل كان واحد القانون اللي دارته دايرينو ليجيان الناس اللي مهتمين بهذا. كان واحد ستوك ثلاجه ولا اللي كيتاخذوا عينات من الماكله اللي كتندار كل يوم على مده مثلا 15 يوم وعاوتاني هذوك العينات كيترماو عاوتاني تخداو عينات اخرين عاوتاني يترماو هذوك العينات كيبقاو في الثلاجه في حاله الا وقع شي تسمم ولا كيشوفوا النهار وكيجيبوا هذيك العينه ديال هذاك النهار وكيديوها للمختبر باش يعرفوا شنو هو السبب. هذه من جهه. التساؤل اللي غادي نطرحوا علاش اداره الفندق في الصباح الناس صبحوا مراد
لم تبلغ المصالح المعنية. علاش؟ هذا تساؤل مهم. إن أنا بحثت مزيان في هذه المسألة هذه وعرفت هذه القضية نتاع الستوك ديال العينات، هل بهدف يعني ستر هذه الفضيحة باش ما تخرجش الرأي العام وتخرجش الصحافة تحاول توصل للمسؤولين وتداوى غير تما يعني بالأطر الطبية اللي كاينين قدامي مع روطيل دي تريتمون أدوية وهذه وصافي ومرضنا ما عنده بس، أو بهدف المعالجة وأميم طون تهيئ عينات أو استبدال العينات ديال النهار اللي قبل بهذا المعنى بعينة جيدة باش إلا مشات المختبر ما يبان فيها حتى شي حاجة. مجموعة تاع التساؤلات، هذاك الروتار ديال 14 ساعة ولا علاش بوركوا، هذا سؤال بدر إلى ذهني. كنتمنى أنه المصالح المعنية ينتبهوا هذه القضية، تبارك الله الإعلام راه ما غادي ينتبهوا مع القضية، علاش ما بلغتوش؟ لأنه غادي يندار لونكيت مع المرضى غادي يقول لهم حنا كلينا بالسبت الوجع جانا لحد في الصباح وفي الليل عاد علموا بقاو يجيو لي زومبيلونس. باش تعرفوا هذه القضية الناس كاملين الصحافة كل شيء هنايا كي قالوا لنا وجبة عشاء فسيدة أدت إلى تسمم نزلاء ديال الفندق، حنا قلنا الوجبة ديال العشاء ديال نفس الليلة ديال ليلة الاثنين، وإذا بي أتفاجأ اليوم على أن الوجبة لم تكن وجبة ليلة الاثنين بل كانت وجبة ليلة الأحد، يعني السبت بالليل الغدا له الحد. كنتمناو أنه السلطات المعنية تنتبه لهذه النقطة هذه وتفتح تحقيق لمجموعة ديال التساؤلات. كنشكروا الناس ديال الصحة، كنشكروا المسؤولين اللي جاو سير بلاص، كنشكروا السيد العامل صاحب الجلالة السي حبوها اللي حتى هو كان سير بلاص شفناه تما باش المدينة مجموعة تاع الأمور. إذا كنتمناو أنه هاد الناس ياخذوا الحق ديالهم وتفتح تحقيق، واللي كما كنقولوا حنايا إذا ثبت أن المواد الغذائية فاسدة يجب يعني تطبيق أشد العقوبة أو سحب الرخصة من هذا الفندق ولا يسدوه نهائيا، لأن هذه راها يعني واحد الضربة قضية للسياحة كما قلت لكم، لأن تقدر حتى الصحافة في الغرب تكتب عندنا أعداء ديال الوحدة الترابية بطبيعة الحال خارج الوطن اللي غادي استغلوا هذه الفرصة.